كالعادة سلمى معنا دائما ضمن محطاتنا الصباحية بشكل مستمر. دائما بنوقف عند القانون السوري، بنتعرف على أهم البنود اللي بنستفيد من خلالها كتير أمور بحياتنا اليومية. اليوم رح نحكي عن دعوى التفريق لعلة الشقاق، أكثر الدعاوى شيوعا من بين دعاوى التفريق يلجأ إلى الأطراف لوجود أسباب التفريق الأخرى، يمكن بيصعب إثباتها ببعض الأحيان ومن السهل التعذر بها. معنا المحامية الأستاذة إيمان حسان لنحكي عن الموضوع بشكل تفصيلي ونبسط للناس أكثر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذة. بداية خلينا نعرف الناس، نعرف نحن أنواع الطلاق أو أنواع الانفصال متعددة بالقانون السوري، ومنها اللي هي بعلة الشقاق. خلينا نعرف شو هي الأنواع وشو المقصود بعلة الشقاق. يسعد صباحكم. هلا أول شيء عندنا بالقانون السوري عدة أنواع للطلاق، يعني لحتى أنه يصير طلاق بين الزوجين. عندنا الطلاق بالإرادة المنفردة اللي هي بتكون بإرادة الزوج المنفردة. عندنا المخالعة الرضائية اللي هي مثل عقد بين الزوجين بيتم إبراء الزوج من كافة الحقوق. وعندنا التفريق، دعاوى التفريق. هلا التفريق لعدة أنواع، في عندنا التفريق للغيبة، التفريق للجنون، علة الجنون أو العنى. عندنا التفريق لعلة الشقاق والضرر، يعني هي أكثر الأنواع مثل ما تفضلت إنه شيوعا لسهولة إثبات الشقاق أو الضرر. هلا شو هو الشقاق أو الضرر بالقانون السوري؟ هو إنه أي إساءة تحصل يعني بيتعرض لها الشريك سواء الزوج أو الزوجة. وهذا الشيء صرحت عنده المادة 112 بالقانون الأحوال الشخصية، إنه إذا ادعى أحد الزوجين إضرار، إنه حصل له إضرار من الطرف الآخر بشكل يصعب معه دوام العشرة، فله طلب التفريق. طيب أستاذي، دائما للأسف يعني نحن عم نحكي عن الشقاق وأسباب الشقاق وعلة الشقاق، بس دائما في حالات بالمحيط بنسمع عنها بتلاقي بتاخذ وقت كتير كبير. هلا بالقانون في تعديلات كتير حتى ما الدعوة أساسا تبقى لسنوات طويلة، وللأسف يعني أساسا القاضي بيعطيهم مهلة شهر للشريكين ليرجعوا على أساسه بيتم الطلاق، بس ليوصلوا لهي المرحلة في كتير مراحل بيخوض فيها الشريكين. للأسف اليوم نسمع حدا بيقول لو تطلع عيونك ما راح تاخذي الطلاق، بنفس الشيء الطرف الاخر، وبنشوف بدال السنه يعني بالمحيط ممكن ما في حدا من العيله من المحيط ما في اخذ سنوات الطلاق. اليوم خلينا نعطي يمكن للناس بعض التفاصيل القانونيه المهمه من خلال لما الشغل خص او الشريك ان كان انثى، يعني ما راح نقول نحن منحازين للانثى، انثى او رجل، كيف فيني قانونيا فعليا انا اضمن الانفصال او هيدا الشقاق بدون ما يكون في ضرر؟ ولما يكون في اطفال للاسف يعني هن كمان بيكونوا في هون المشكله، مشكله بتلاقي بيتعذروا فيهم وفي حاله ضغط من الطرفين من خلال الاطفال ايضا. تمام. هلا هي انه يعني حكي عوام بصراحه انه ما بتحصلي على الطلاق او انه بيهدد الزوج الزوجه وكذا، مستحيل ما تحصل على الطلاق. هلا خصوصا بدعوى التفريق، يعني أنا مثلاً مضرورة أحياناً من سوء تعامله معي، من كلام، من ضرب، من شتم، من أي شيء. حتى أوقات لما ما بيثبت الضرر، ما في ضرر، إجت وحدة وقالت أنا بدي أطلق وما في ضرر، يعني حط القاضي أول شيء بيعطي شهر للصلح. صحيح. تمام. بعدين في شهر عندنا تحكيم، هذا التحكيم إنه بيحطوا حكمين من الأقارب إذا في حدا يصلح للتحكيم، إذا ما في من الأباعد، وغالباً بيكونوا من المحامين اللي معهم شهادات تحكيم يعني. فهون الحكمين بيسمعوا من الطرفين. هلا اكثر شيء يعني اكثر شيء هو سماع الحكمين للطرفين، هو تحديد المهر. تحديد قديش بتستحق من المهر على حسب الاساءه، اذا كانت معظم الاساءه من الزوج او مشتركه حتى فهي بتستحق يعني غالبا كامل مهرها، او ممكن ينقص شوي اذا في منها بعض الاساءه، اذا كانت الاساءه الاكثر منها ممكن انه يعني يصير اما تنازل عن المهر او موضوع يعني يتنزل شوية من المهر. بس انه الطلاق بدها تاخذ حكم بالطلاق قولا واحدا. طيب استاذه، بما انه حضرتك حكيتي جزء مهم من اي نوع من انواع الانفصال او الطلاق هو الحقوق، هو اللي بيشغل بال دائما الطرفين. صحيح. بنعرف انه عقد الزواج هو مثله مثل اي عقد مدني يتضمن
شروط، فأنا قادر أحفظ حقوقي قبل حتى الطلاق من خلال الشروط اللي أنا ممكن أدرجها ضمن بند الزواج نفسه. سمع. ويصبح هو العقد شريعة المتعاقدين، حتى لو بدي أفسخ هذا العقد هو بده ينفذ الشروط الواردة فيه. هي واحد. اثنين، بعض الأشخاص بيكونوا حاطين شروط، فالطرف الآخر بيمارس نوع من الضغط كي أنا أستغنى عن هاي الشروط بعد الانفصال، فبندخل بما يسمى المخالعة، أنه هي برته من كل ما كان مكتوب عليه من أجل أنه تخلص من هاي العلاقة. هل هذا الشيء في له حل؟ يعني أنا فيني أتخلص من هذا الشخص من خلال ما يسمى علة الشقاق من دون ما ألجأ لا أنا أخسر حقوقي كلياتها؟ تمام، اكيد فيكي. هلا هي بس ليش عم يلجأوا للمخالعه؟ هلا هي اذا استمرت شويه صبر شويه وقت، يعني على دعوه تفريقيه بتاخذ تقريبا شو الوقت اللي بتاخده؟ هلا الوقت اول شيء شهر صلح قولا واحدا. هلا هو بالقانون اذا هي بكل القانون انه اذا ما ثبت الضرر بيعطي شهر، بس هلا على جميع الاحوال عم ياخذوا شهر الصلح. صحيح. وعندنا تحكيم كمان عم ياخذ شهر، وعلى حسب يعني يعني حسب تقرير الحكمين انه اكيد في اساءه، ما في حدا بتلجا للطلاق. يعني اقصى حد هو شهرين؟ هلا لا، مو اقصى حد شهرين طبعا، بعد التحكيم في يعني بتاخذ لسه القصه وقت لحتى يطلع انه قرار القاضي. بالنسبه للتقرير احيانا بتنعاد كمان تقرير الحكمين، هي اكثر شيء مده يعني لهيك هن بيلجاوا مثل ما برايك يعني للمخالعه؟ طبعا هي اختصارا للوقت. اذا طب المخالعه قد تاخذ وقت؟ المخالعه يعني تبادل الفاظ، عقد وقعوا عليه، ما في فيكي ثاني يوم تاخذي قرار، ثالث يوم تاخذي قرار. طيب خلينا نحكي كمان اليوم استاذه، يعني كثير اسباب ممكن تدخل تؤدي الى علة الشقاق، ابرز هي الاسباب اللي بياخذ فيها القانون السوري؟ هلا اكثر سبب ممكن حتى القضاة يعني انه ياخذوا فيه هو الضرب، لما تتعرض لعنف جسدي او اساءه مثلا معنويه او عدم الانفاق، هذا سبب يعني لحاله انه. طب اثباتاتها يعني اليوم مثلا في شخص بيقول لك يا ترى انا قدران اثبت مثلا انا تعرضت للعنف من شهر شهرين وسكتت على الموضوع، كيف بدي ارجع اثبت يعني بكشف طبي او بغيره؟ او شخصيه، شهاده الشهود، ممكن يطلب شهود مثلا، او اذا يعني لما بتتعرض لضرب لازم فورا تقرير طبي، اذا ما قدرت تثبت ممكن شهود، ممكن يمين. هلا يمكن نحن عم نستفسر كثير استاذه لانه ايناس، يمكن على طرح الموضوع عم يكون كثير سهل انه الطلاق بهي الطريقه سهل، حتى نعمل عمل درامي قديش فعليا عم يكون الطلاق صعب حتى ضمن القانون بعد التعديلات، لانه المحامي للشريك او الطرف الاخر بيستغل بعض الثغرات. لهيك عم نحاول نستفسر على كل التفاصيل لفعليا قديش يعني نحن بنسمع يعني هلا فعليا اذا امراه حابه تنفصل او كان الشريك الطرف الاخر قديش عم تاخذ مده الدعوه؟ يعني انا لهلا ما شفت فعليا حدا حصل على الطلاق خلال شهرين او ثلاثه. لا. عم يكون في وقت يعني أكيد. حتى من خلال التبليغ، يعني انا ما بدي اتبلغ بالدعوه، انا اذا ما تبلغت بتلاقي عم يهرب الطرف الاخر. بدي نوي عليه احيانا التبليغ عم ياخذ معنا ممكن شهر لنقدر نبلغ. جهاله عنوان، اوقات بنضطر نبلغ صحف، تبليغ الصحف بدك 15 يوم تبليغ، 15 يوم اختار، هي شهر لحاله التبليغ مثلا. ممكن يمتنع عن التبليغ، ما نلاقي له عنوان، يعني هي القصه لحالها. يعني احيانا نحن بنستلم الدواء، انت وماشي بالدواء بيطلع لك ثغرات، قصص، عقبات. انا بحكي عن هي الثغرات. هي العقبات بتختلف من حاله لثانيه، ممكن يكون مثلا بالعنوان، ممكن يكون يعني اي شيء ممكن يطرأ على الدعوه، بس بشكل عام يعني هي انه دعوه تفريق يعني من 4 شهور 5 شهور اوقات للسنه. أو هيك أقصى حد. أقصى حد يعني ممكن لحتى تاخذ قرار. طب لما تاخذ الطلاق كثير يمكن بنشوف مثلا نحن تغيرت اساسا الاحوال المعيشيه والاقتصاديه، لما تكون متجوزه من 10 سنين المهر يختلف عن مهر اليوم. طبعا. كيف يتم تقييم المهر او النفقه للمراه؟ انه انا مثلا كان مهري 100,000 من عم نحكي 20 سنه، اليوم لا تعادل شيء، يعني عم نحكي نحن كيف بنحولها؟ اختلفت القوة الشرائية. القوة الشرائية بنحولها فينا نقول غرام الذهب ولا طريقة أخرى؟ لا هلا هلا بالنسبة للمهر صار في طالب الزوجة أثناء السير بالدعوة بتعديل المهر، بس بده يكون مارر على العقد 10 سنوات. تمام. والقاضي إما بيعتمد على مهر المثل يلي هن مثيلاتها يعني من أقاربها، من أقاربها ومجتمعها اللي حواليها، هي مثلا انه انكتب لهم مهور بهي الفتره مرتفعه، هذا الشيء ممكن نثبته نحن بعقود الزواج تبعاتهم،
او ممكن يلجا لتحديد القيمه على حسب ما قلتي حسب جرام الذهب. يعني قديش كان مهره كم جرام ذهب؟ كم جرام ذهب اليوم على نفس التقييم؟ ايوه بيقدر بهي الطريقه او مهر المثل. يعني تفاصيل كتير يمكن لسه في وقت قادم ممكن نحكي عنها، وممكن حابين هيك نجاوب أكثر، لكن وقتنا خلصنا. نشكرك، شكرا كتير لك لوجودك معنا. بتمنى أكيد للكل تكون هاي المؤسسة مبنية على أساس سليم، لأنه هي عماد الأسرة بالمجتمع. أكيد أكيد والله يبعد الطلاق، لأنه أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. أكيد وما يلجأ له الواحد إلا لأسباب إلا لظروف استثنائية، لأنه بالأخير كمان الأولاد بيخسروا بشكل كتير كبير. أكيد بدنا نشكرك أستاذة على وجودك معنا، وبمحطات قادمة أكيد رح نحكي بشكل موسع أكثر. إن شاء الله. شكرا كتير لك.